دقيقة والله انا جاب اثنين. نعيد يلا لا سوها انت عشان ما يقولون. يلا يلا قصطب يلا استمر. لا يلا بسم الله الرحمن. انا اسف. يلا 3-2-1 يلا يقول استوب. انا بقول استوب. طلعت انت من طلعت ها طلعت منها مو لا لا هو لا هذا وقت. طيب يلا يلا هذا مو بالهاشتاج ذا. هاي تنبيهات والله اللي بالهاشتاج بس هذا تنبيهات. يلا انزل تحت انزل تحت انزل انزل تحت. لا هو في فوق فوق في 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 حلو. انزل 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 وقف نصيب. دقيقة أنا بقول. لا دريت. لا ما دريت. عامر منين؟ لا 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 لا. نايف رفيجي الساعة الخمسة ترقة. والله صدق والله نايف رفيجي نايف رفيجي. والله نايف رفيجي. إمبراطور مشكلة. طيب. راسي والله يا. طيب. آخر يا أوائل خلني أشكرهم يا أخي. ها؟ بيض الله وجيهكم جمل الله حالكم. لبوا الله كبودكم. كنت تعبان. قرب خلني أشكر الجمهور. امبراطور قرب. امبراطور حتى على القناة؟ اي قال له قرب 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 قرب. يقول لك امبراطور يبغاك موضوع. قرب يلا يلا يا عيال كلهم واقفين حيل. اه لو ما تقرب تكفى عشان يا عبد الرحمن. قرب خلينا نقفلها. خلينا نقرب له. لا لا نقرب ويجينا ويجينا يا رجال. طيب يلا قولها. شكرا 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 يا الجمهور العظيم. الله يعطيكم العافية ويجزاكم خير ويرحم والديكم. مع ان عندي اعتراض المفروض اني ماني بالمركز الرابع لكن اتحفظ بالاعتراض محبه لي اصدقائي وتقديرا الرجال الطيب. الله يعزك الله يعزك. المركز الاول يا عيال رساله والله بقولها بخاطري. 4 أو 6 حلقات مهمشينا ما تكلمنا ليه؟ عشان احنا نجيب ترند انتم ما تجيبونه. ايش اسم الفقره اللي فيها علي الغامدي وترك الموسى وذولا؟ نسيتها ايش اسمها؟ لا لا نسيت اسمها. هي ما هي متحيز يعني متحيزين من الاسم. ابى اقول لكم شيء. احنا في الحلقه هذه ترند الثالث على الخليج العربي وتستاهلون. انا اقول انتوا عارفين ليش ما تجيبون؟ لان هالفقره الوحيده اللي هم مبدعين فيها وعندهم فقرات ثانيه اجمل فقرات وايد. انتم بس تبغوا تتصنوا يعني تتصيدوا الفرص او الاخطاء البسيطه عشان تبنوا عليها محتوى. جيبوا لنا انتم محتوى وامدحوا العيال ترى والله يستاهلوا مدح. يعني مو جلد مجالد مجالد. ايش فيكم زعلانين؟ عندكم مشاكل في البيت تجوا تطلعوها هنا؟ نهدى يا حبيبي. رسالتي الى الاستاذ البروفيسور علي الغامدي. الباقي على راسي. ايش رايكم انا؟ المركز الاول. الثاني احنا ما قلنا الثاني صح؟ الثاني نقول الف مبروك لك يا ماجد الشهري 3000 نقطة. تستاهل. لا 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 الأول مو بنت. صدقني خذها مني. يلا يلا شوف أبى أقول لك شيء. لا ما تأخر. الشباب هنا يفكروا فين كاميرا هذه؟ الشباب يفكرون ان الاعاده اللي عدناها انه في اشكاليه انه الاول والثاني ماجد الشهري وعبد الله البقمي، وهذا غلط. بسبب وقوف التايمر الشاشه اضطر الجمهور انه دخل في تويتر وقال في الترند لازم تعيدون لانه هذول ما شفناهم، والحق يقال لو على وائل الخواجي فلازم احنا نعيد التايمر عشان انتم تشوفون، لانه في الاول والاخير الاعداد مو هو الحكم، انتم الحكم. فالتايمر في ماجد وعبد الله وقف، هم اول اثنين بدوا فوقف التايمر ما طلع الا بعدهم يمكن خلف. فعبد الله احنا عشان كذا عدنا. انت فكر انك الاول؟ دائما اقول لك القناعه كنز اللي وفنا واني انا ام العالم مدرك. لا 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 الاول واحد مو في الحسبان. ابى اسلم عليك والله تكفى. بس والله بس حبيبي وين وليد البحيح؟ روح روح للحم. طلع شات على الشمع. الف مبروك للمركز الاول. طبعا من سفير الوقت سفير الوقت سفير الوقت انا اثنين سفير خلاص. لا بما انه فاز انت قول كلمه عنك. والله ما اكسر خاطرك. يلا قول كلمه عنك. اول شيء ودي اقول شيء محدد. انا عاين الكاميرا صح؟ عاين عاين عاين. احنا اقوى سفيرين اتوا من السفراء من غير قصور في الجميع زين، وباذن الله السفارات ان شاء الله راح يقفلوا الوقت باذن الله،
و لا انت ما تهددهم، انت تقول كلمه عشان يوقفون. اي صح اوكي. تصدقوا لنجومكم اللي طاحوا رجولهم ولا اللي مو لهم الصدقه، ما هي لهم يا غالي. الصدقه بنيتهم بنيتهم نعم. اي بنيت نجم كان زي كين اللي عانى اتعركب هناك وطاح، حتى انا بعد بس عاد الحياه حلوه. بتصدقوا بادر 150 ريال اجر لك من اليوم الى يوم قيام الساعه. شكرا جزيلا، يعطيكم العافيه. مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقه خليك جاهز عم منيب، شكرا لكم على الترند الفخم، شكرا لكل زملائي المذيعين. انا ترى ما سولفت لي تحيز الا والله من باب تغيير وتلطيف الجو، لانه اعرف كسرت اعاده الوقت هي مشكله، وادري ان الجمهور حيزعل ليش عدتوا الاثنين هذول، ولكن الحقيقه اللي ما تعرفوها ان المركز الاول حاصل على 4000. عبد الله البقمي والف مبروك، عطني شهر منيب.